بأنها متزوجة وتبلغ من العمر 19 عاما ولديها أطفال وحامل، تقول أنا ملتزمة في صلاتي، ولكن صلاة الصبح أحيانا لا أستطيع أن أصحو بسبب سهري على أطفالي، فأصلي الفجر متأخرة، هل علي إثم في ذلك؟ الواجب على هذه المرأة وغيرها ممن تنام متأخرة أن تجعل عندها منبها كالساعة مثلا، أو تجعل عندها الهاتف وتقول لأحد أقاربها أو أصحابها عن صاحباتها أيقظوني إذا أذن. وأما التهاون بهذا ثم التكاسل فهذا لا يجوز، بل الواجب عليها أن تأخذ الحيطة بقدر المستطاع، وإذا عجزت فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس في النوم تفريط، وقال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في بعض أسفاره نام في آخر الليل وأمر بلالا أن يكلأ الفجر، يعني يحافظ عليه، ولكن بلالا غلبه النوم ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يؤذن للصلاة، ثم صلى ركعتين الراتبة، ثم صلى الفجر كما كان يصليها في العادة، أي صلاها جهرا، لأنه يصليها في العادة جهرا. نعم.